بعدها في تكملة. لا ليش ينط من نفسه؟ السلام عليكم، جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، ماب تزلج، واليوم مع الدحوم المعصب. طبعا مثل ما تشوفون هنا الجودة جدا 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 سيئة، فأول 5 ليفلات كانت الجودة فيها سيئة لأني كنت أصور، وفجأة البرنامج قرر أنه يعطيني بتريت قليل اللي هو برنامج تصوير، وعطاني هذه الجودة السيئة. فأول 5 ليفلات أو أول 4 ليفلات راح تكون بجودة سيئة، فبقصقص لكم وبحط لكم إياها بأقل من دقيقة اختصار الموضوع. ما أدري هل أصلا بتكون واضحة ولا لا، لكن عشان للي يبغى يشوف اول 4 ليفلات فاعتذر هذا الشيء، وان شاء الله ما يتكرر في المقاطع الجايه. حبيت اقول لكم شكرا 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 على الدعم، الله يسعدكم زي ما تسعدوني في الدعم، سواء لايكات سواء كومنتات سواء اشتراكات. اقسم بالله شكرا، شوفوا كيف تونا واصلين 500,000 الحين 524,000، فشكرا على هذا الشيء، وشكرا للي قاعدين يدعمون كود شوب في اس ال، وشكرا للمنتسبين اللي قاعدين ينتسبون سواء من اعلى فئه او اقل فئه، شكرا لكم جميعا، قسم بالله الله يسعدكم زي ما تسعدوني. انا من زمان ودي اشكركم، بس دائما اشكركم بدايه المقطع، شكرا احس انه ما يوفيك وحقك بصراحه. فشكرا لكم، وشكرا اللي قاعدين يشتركون في قناتي الثانيه حقت الرياكشن، حاليا تقريبا 18,000 مشترك وقت ما ينزل هذا الفيديو، فشكرا شكرا 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 جزيلا، اقسم بالله شكرا. ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع، واعتذر مره ثانيه على الجوده اللي قاعد تشوفونها حاليا. بعد ليفل 5 راح تكون الجوده الكويسه. اللي شفتوه في البدايه كله جودته معدومه، انتوا راح تشوفون باقي الماب اللي قبل كله بتشوفون اختصار يمكن في اقل من دقيقه. وصلنا لليفل 5 فبسم الله. اصبروا صح، نسيت اقول لكم لا تسكت شوف ياسل، شكرا لكم. هو يقول بعد البوست الثاني دور الكفر. ها؟ لا روح يسار. اوكي امشي ذا، لا تنقز الحين، خليك لا تنقز الحين، انقز. ما كان عندي ثلج انا. طيب قل لي، طيب قل لي في نقزة بعد العش اصلا عودي. يمين 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 احسن شيء اتوقع. ها؟ الو نتي. الو. حلو حلو، انت تقول لا تنط بعدين تنط صح؟ بسم الله. اي وصل والله ما يوصل. وصلك؟ اوه بعد البوست الثاني ايش قال هو؟ دور الكفر. اوه خليك يسار بس. اوه بعد البوست الثاني خليك اليسار، هو اصلا بيخليك اليسار، بتلقى في كفر قدام. وصل يا دحوم وصل. الله عاد سويت كل شيء، ما تغير ولا شيء. بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه وين وين يسار؟ يقول خليك يسار 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 يسار. الصق في الجدار، الصق في الجدار، يسار 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 يسار. يا ساتر ما شفت البوست. الله عليك بس. يقطع من الصدر. يا ساتر. بسم الله بسم الله بسم الله. على الاقل اوكي. اوكي في نط قوية. ما تهدي ابد تكفى. في نط قوية. الكفر كفر يمين. اوبا والكفر اللي بعده. والكفر اللي في النص. والكفر اللي على اليسار. والكفر اللي بالنص. والكفر اللي بالنص. اوه انت زرفت الثلج يا وسخ. اوه زرفت ثلجك؟ ايه. يا سلام. القم دحوم اول مره خلاص. والله كنت امشي وراك كل شيء صح. لا انا كنت رايح الثلج اللي بعد الكفرات. انت اخذت الثلج فهمت؟ والله شكله. اللي في نص الطريق. يب يب يب. الحين. والله هي سهله. يسار. هذه نط عليها مرتين، نط عليها مرتين. ايوه. وخر عني. طيب انت لاصقه فيك اطير الحين. راح هنا يمين، راح يمين، كفر يمين. بحاول اجي على طول ما بروح. شو يصير ذا؟ اوكي خذ نفس عميق، هذه مرحله يمكن تنرفزك لانها جديد. اها يعني نوقف تصير يعني. هذه مرحله اخذت مني وقت طويل، ما اتوقع في حد سوى نفس الفكره. يقول اذا عرفت تكنيك تراها بتصير سهل عليك، نط ما تطلع عشان تصير عشان توصل البوست انت بالبونصر الفخوخ. طول بالك وركز وانت تستطيع، وعلمني كم اخذت وقت عشان تخلصها. انا 3 دقائق. لا 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 خليك يسار. اوه بو 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 شلون ذا؟ اوكي في البدايه في النص بعدين يسار. اوكي لا لا اصق البونسر، البونسر بيرجيك. بو 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 اسمع اطيحني اطيحني اطيحني. اوه وش صار؟ وش صار؟ اسلم وش وين رحت؟ لا لا تكفى لا تكفى، ما بطيح ما بطيح ما بطيح. ايوه شوف حاول انك تهوش الفخ وتنزل مره ثانيه بعد ما يطيرك، حاول انك تهوش الفخ تنزل مره ثانيه. سويت انت حلو. طيب اوه لازم اروح يمين.
انا قطعه مضيقه. ها ايه سويت جلتش ما... اوه هذا ينزل انتبه. اي ما عندي ثلج. هذا ينزل ها انتبه. اوكي تسحيب الوضع تسحيب. الو هذا شلون استهبال دحوم. ما في بونسر هنا ما في سبيد. لازم اخذ سبيد ذا. ترى في ثلج موزع فوق برضو. والله جبته. لا 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 تكفى. والله طحت تحت الريح. والله اني كنت ماشي صح. والله نطيت عند اللي كاتب نط. اقسم بالله اني نطيت. لا خذ الثلج اللي وراك. اوكي في تكملة تقول انت؟ يب. اوكي بعدين. الله الله ايزي. بس 10 دقائق. بس 10 دقائق ملغم. اوكي احا سلوهم. اللهم طولك يا روح. لا لا الله. اوه شوف النطة. ابو ابو لا في نار. في نار. لا وش ذا هذا ويش هذا؟ هذا فلفل. الله فلفل. اوكي يسار يا رجل ما لمستها. يمديك ترى شوف اول شيء تروح يسار بعدين يمين بعدين نص بعدين يمين يسار. يا اشطف اللي عليك. شلون اموت انا؟ اوه حلو 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 حلو. لا مو وقتك مو وقتك مو وقتك من الليفل حق الكرياتيف مو وقتك. اوكي وصلت تحت. في بعدها في تكمله. لا ليش ينط من نفسه؟ والله نط من نفسه. والله نط من نفسه كنت بوصل اخر شيء. ايزي ايزي بس انت ترى ثلج خلص انت. ما ابغى. ايوه هذه النطه هذه النطه هذه. ايوه 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 ركز ركز ركز. ايزي ايزي الله إيزي إيزي. يا رجل ايزي ايزي يا ساتر. طيب هذا ما افتح. لا دقيقة اتروح في النص يمين صح؟ اوه اوه مرة سريع. اوه مرة احا الله ما يوصل. يبغى نط من البداية. لا 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 رحت يمين رحت نص الله يا اخي. اوه سويته والله ايزي. طيب بس كذا خلصتها؟ اه لا في تكمله في تكمله. طيب اسمع بعد ما تخلص في انتظرك هنا. شوفني انا بس ما يوصل. طيب انت نطيت من البدايه قدامك انا. لا لا نطيت في النهايه. بس اسمع لا تروح يسار. يعني اذا انت في اليمين كنت في اليمين كمل اليمين. يعني روح على الافخاخ وارجع مره ثانيه يمين. اوف ايوه بس هدي 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 هدي. لا تدخل لا تدخل لا تدخل لا تدخل. مو على كيفي مو على كيفي. يمديك كل شوي مو على كيفك. يبغاني تكمل الحين؟ يمكن انا ما ادري انا ما رحت. وش ايش يسوي طيب؟ هذي وياك. هلا بينكسر ثلج. لا كان انكسر عليك ثلج بس يمديك يمديك. ايزي. الحمد لله ليفلين 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 انها النهايه يا ساده. انا اقول يسار. حلو قدامك على طول شيء؟ اوه انقز على طول اول ما تعدي الباب. لا يخرب ايش الخرشات هذه؟ لا نطيت بعدها ثانية. المفروض تاخر ثانية. اوكي شوف شوف ركز معي ركز معي. روح في النص اوكي؟ طيب والله بغيت افوز تدري؟ انقز على طول في البداية. الباب الثاني لا تنقز على طول اصبر شوي بعدين انقز. الباب الثالث نفس الشيء اصبر شوي. بسم الله. طيب الأولى الثانية الثالثة بعدين تنط هنا بعدين تنط ثاني هنا بعدين كذا. والله سويت اسات دنيا. على اخر شيء مشكلة كلها نطتين.
والله العظيم وانت تمشي اسات كامله اسات كامله تقول لي ذا حبه كذا حبه كذا حبه كذا تكفى عليك الله يا ساتر يا رب خيرا نطيح نطيح اقسم بالله العظيم تعبت اخر مرحله وحش اوكي عندك ثلاث مسارات مختلفه بدايتها مختلفه بدايتها بس بيجتمعون بالنهايه بمسار واحد اختر طريق اللي يعجبك الله انا اقول في النص يعني صراحه انا اقول يمين وش التصميم غريب والله انا وانا اروح وصلت اخير وصلت سلام هي وين رحت انت خلصتها تكمله ايش في في كفر طيب ليش ما ينقزني يب طيب كيف ما خلاني انقز اروح عليها بس ينقز انت وصلت للد خلاص انا اخر واحد قدامك النهايه اوكي وش تسوي الحين كمل كمل كله سيدا الا نط نط بس يا ساتر ما ادري في تكمله شيني هجيت بي ها هجيت بي راح يسار اوكي اوكي ثلج لاعبين لعب اوكي نشوف نهاية جي جي اتمنى انك استمتعت بالماب اعطني رايك الماب والله ماب رهيب صراحة رهيب والله رهيب يعتبر ميديوم تو هارد يعني مو بايزي صراحة هذه حساباته تصميم الماب رهيب 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 اقسم بالله الالوان تفتح النفس التصميم جديد يعني مو قديم وحتى الجي جي بعد اوكي شيك كان شوف ماب من فوق شو الملعب ساتر ما ادري شو الملعب يمكن عشان الارضية وزي كذا شوف شوف الماب شوف الماب كيف مسويه والله دين رايح جاي رايح جاي عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم يا ريت ما تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين قناه دحوم بالدسكربشن كود الماب بالدسكربشن شكرا للمنتسبين اسمائهم في اخر مقطع باذن الله اللي على فئتين اشوفكم على خير سلام